أكد محمد سباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري. أكد على أن جميع المشاركين ركزوا في مناقشتهم على التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، وأشار إلى أن هناك توافقا على بعض النقاط الأساسية المتعلقة بضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية. والنهاردة كان هدفنا الرئيسي أن احنا إزاي نناقش تفعيل الأحزاب السياسية، لأنها قد تكون هي العصب الرئيسي لإثراء الحياة السياسية. ويمكن النهارده كمان في نقطة إيجابية جدا، إن تقريبا كل الأيديولوجيات والتيارات السياسية والأحزاب موجودة وممثلة، فكان هناك فرصة لعرض كافة وجهات النظر بشكل أو بآخر، يعني الوقوف على أهم، مش هقول المشاكل ولكن التحديات اللي بتواجه الأحزاب. النهارده كان هناك يعني شبه توافق على بعض النقاط الأساسية، يمكن أبرزها إن الأحزاب محتاجة يعني بشكل أو بآخر نواجه مشكلة التمويل للأحزاب، عندها مساحة من الممارسة لبعض الأنشطة وخصوصا الفعاليات في الشارع، قدرة على التمثيل داخل المجالس والانتخابات، وكمان فكرة إنشاء الأحزاب من خلال الإخطار. حضرتك تعلم إن القانون 79 سنة 1979 الخاص بإنشاء الأحزاب السياسية يعني بيضع بعض القواعد، من ضمنها أن يتم إنشاء الأحزاب بالإخطار 5000 عضو، أو نقدر نقول مؤسس للأحزاب اختار بيهم، ومن خلاله تقدر تنشئ حزب ومسين لعدد من المحافظات. ولكن هناك مطالبات لتقليل هذا العدد، ده برضه من أهم التحديات الموجودة.